المغرب. اي نعم. نعم شكرا. والله يا شيخ لقد أبكيتنا، أقسم بالله لقد بكيت لبكائك. بارك الله بك. وأنا أقول للوهابيين، أي. يا إخواني الوهابيين ويا إخواني العمريين ويا إخواني المروانيين والمعاويين، اتقوا الله في الشيعة، والله اتقوا الله في الشيعة، اتقوا الله في هؤلاء الناس. بارك الله. هؤلاء الناس والله إنهم مؤمنون بالله، والله إنهم على الحق. يا شيخنا الجليل أعانكم الله في هذه المهمة النبيلة، أنت وزملاؤك في القناة، الله يرفع قدرك، فإنكم تحبون أهل البيت وتدافعون عنهم وتبينون بالحجج القاطعة مناقب أهل البيت. هذه الأشياء كلها هي حقيقة بائعة عندنا نحن. أحسنتم. وهي سبب مصائبنا وبلاوينا وضلالنا. أحسنتم. ونحن مساكين نحصد إرث معاوية وأبي بكر وعمر وعثمان ومروان بن الحكم الذي كان يأخذ خمس إفريقيا، الذي أعطاه عثمان بن عفان خمس إفريقيا لهذا المجرم مروان بن الحكم. أحسن. ويزيد بن معاوية وعمر بن العاص وعبد الملك بن مروان وزياد والحجاج. الإسلام الذي عندكم والله إنه هو الإسلام الصحيح، هو إسلام علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، وإسلامنا إسلام يزيد ومعاوية. أحسن. وهذه هي الحقيقة. بارك الله. التي أجمعت عليها كتبنا، كتب التاريخ وكتب السيرة، سيرة ابن هشام، كتب التاريخ كلها، تاريخ جلال الدين السيوطي، تاريخ الطبري، تاريخ ابن كثير، تاريخ وما أكثرهم يا أخي. ولأنكم تحبون أهل البيت فوالله إننا نحبكم. أحسنتم. بارك الله. اتبعتم علي بن أبي طالب فوالله إنكم على الحق. نعم. كيف لا؟ وأقول لإخواني العمرية ولإخواني الوهابيين السعوديين والجزائريين الذين هم كثيرا ما يتكلمون في إذاعتكم، أقول لهم كلمة واحدة: عندما ولي الإمام علي بن أبي طالب الخلافة، ما هي الكلمة الأولى التي قالها؟ قال: كل شيء اقتطع في عهد عثمان فهو مرد إلى بيت الله المسلمين. وهذا عندنا في الخطب البلاغية الإمام علي بن أبي طالب: من حارب في بدر أو في أحد فأجره يا أصحاب رسول الله على الله وليس هنا في الدنيا. هل تريدون جزاء أعمالكم في الدنيا قبل الآخرة؟ يا أيها الصحابة، يا أصحاب رسول الله، هذا الإمام علي بن أبي طالب، هل تريدون الدنيا قبل الآخرة؟ إن هذه الأموال كلها للمسلمين، نحن فيها سواسية. هذا هو علي بن أبي طالب يا إخواني، هذا هو علي بن أبي طالب، هذا هو الإمام كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعليه السلام. أحسنت. هل قالها أبو بكر؟ هل قالها عمر؟ وهل قالتها عائشة؟ هل قالها عثمان أو مروان أو معاوية؟ نصب عمر أبا بكر، هل هذه شورى؟ وتركها أبو بكر لعمر، وهل هذه شورى؟ وأعطاها الأربعة لعثمان، الأربعة الذين وضعهم عمر بن بلي. بلي نعم نعم، أعطوها لعثمان بن عفان. هذه حقيقة للتاريخ، رغم علمهم بمكانة علي لم يعد أحد. إن انقطع خطك وأنا أرجو معذرة منك أخي الجليل. سلام عليكم، من أين تتصلون؟ السلام عليكم. أهلا ومرحبا.